التقى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء القائد عيدروس قاسم الزبيدي بمكتبه الأربعاء العميد ركن ناصر سريع العنبوري قائد قوات الأمن الخاص السابق. وفي مستهل اللقاء اطمأن اللواء الزبيدي على صحة العميد العنبوري بعد عودته من رحلة علاجية بجمهورية مصر العربية، مثمنا كل الجهود وإسهاماته في تثبيت الأمن والاستقرار في العاصمة عدن أبان توليه قيادة قوات الأمن الخاصة.